لكم خلاص 22 لعيب في قائمه لاسارت في هذه المواجهه الهامه جدا. هقوله لكم تاني برضو محمد الشناوي اللي بيخوض تدريبات ثقيله جدا النهارده علشان يبقى قاعد، يعني عندنا احنا كمان كجمهور اريحيه ان هو قاعد ويكون جاهز على الاقل 90% لهذه المباراه. محمد الشناوي احكي لكم واقعه بسرعه، كان معايا في بتروجيت، كنت انا مدرب مع الكابتن رمضان السيد في بتروجيت، مسكنا بتروجيت، كان لنا الشرف ان احنا نمسك فريق بتروجيت فتره. محمد الشناوي من النوع، انتوا شفتوه المباراه اللي فاتت انكر رجله، شفتوا الوقعه كانت عامله ازاي وقد ايه كانت مؤثره جدا علينا احنا كمشاهدين، ان كان فيها اصابه كبيره قوي، يعني الانكل يعني كان شويه والحمد لله ربنا سترها يعني. وبالرغم من كده هو عايز يكمل وقال لهم خلاص هكمل، وبدا كمان يجري، فمش قادر خلاص، هو مش قادر فعليا ان هو يكمل المباراه. لكن محمد شناوي كان في مباراه عندنا في بتروجيت، محمد جاله شبه قطع في الرباط الداخلي وما طلعش من المباراه، كانت اعتقد مباراه زمالك حاجه زي كده يعني، كانت مباراه مهمه قوي، وفضل يلعب برجل واحده شوط كامل، والله العظيم يعني عمري ما انسى الواقعه دي. فمحمد الشناوي من اللعيبه اللي ممكن يستحمل اقصى درجات الالم اللي تتخيلوها، اللي يقعده ان هو مش قادر خالص بقى، فان هو يكون حتى سليم 40 50% اطمنوا جدا جدا ان هيبقى معانا حارس مرمى جاهز مليون في الميه. فمحمد شناوي على رتفي مصطفى شوبير، حارس واعد جدا وان شاء الله يكون حاجه جميله جدا ومبشره زي كابتن شوبير، كان حارس مرمى مميز طبعا، نجم مصر نجم النادي الاهلي. حسام عاشور واحمد فتحي وعلي معلول، سعد سمير بيرجع تاني، ايمن اشرف، رامي ربيعه ايضا، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، محمود وحيد، السليه، وندفد، وناصر ماهر، محمد هاني، رمضان صبحي، حسين الشحات، واجاييه، وازارو، مروان محسن ايضا بيرجع تاني، صلاح محسن بيرجع تاني، واحمد حمودي. مروان محسن هو موجود، كان اشتكى شويه بس، لكن قايمه زي ما قلت لحضراتكم اسماء كلنا كنا بنتمنى القائمه دي تدخل من فتره طويله، والحمد لله بدا اللعيبه كلها ترجع من الاصابه بشكل كويس. قلت لكم لاسارتي بيرفع الحمل التدريبي او الحمل البدني لمحمد الشناوي استعدادا لمباراه السبت الهامه جدا. زودوا الحمل التدريبي والحمل البدني لمحمد الشناوي، كان امبارح كان في حمله قليل قوي على الشناوي، النهارده زاد استعدادا لهذه المباراه الهامه جدا. ايضا قلت لكم ان مروان محسن كان اشتكى من الام خفيفه في العضله الخلفيه، لكن الحمد لله دلوقتي عملوا فحص طبي لمروان محسن، واعتقد ان الدنيا كويسه جدا بالنسبه له وموجود في القائمه ان شاء الله، يبقى موجود في المباراه. مروان محسن ماشي ولا اروع من كده، بسم الله ما شاء الله، عايزين كل اللعيبه تكون في نفس المستوى في نفس الجاهزيه الفنيه والبدنيه للكل. خلاص قلت لكم خضع لفحص طبي وتاكد سلامته بنسبه 100%. كمان لو معانا محمد على التليفون يا قلبه. طيب ماشي نجهزه محمد. طيب ان شاء الله معانا على التليفون يطمنا على مروان اليوم، ولاسارتي عمل ايه في التمرين، التمرين كان شكله ايه، اللعيبه كانت شكلها ايه، يطمنا على اللعيبه المصابه، يطمنا على كل حاجه ان شاء الله بعد قليل. بعثة شبيبة الثورة الجزائري تصل القاهرة استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام النادي الأهلي. أنا بقول لكم نص الخبر وبنتكلم فيه مع حضراتكم بشكلنا يعني. وصلت الساعة 6:00 بعثة شبيبة الثورة الجزائري. أكيد قلت لكم قبل كده إن هم ماشيين بشكل كويس قوي بعد مباراة الأهلي مع مدربهم الجديد. عاملين نتائج ولا أروع، أكيد كلهم أمل وتفاؤل كالعادة، يعني حاجة مشروعة أن أنا أبقى جاي عايز أعمل نتائج إيجابية مع النادي الأهلي، النادي الأهلي الكبير، النادي الأهلي العظيم، النادي الأهلي اللي قلت لكم في نشأة نادي شبيبة الثورة كانوا عايزين يجيبوا النادي الأهلي تكريما للمناسبة الكبيرة دي، أن هم عملوا حاجة يعني في الجزائر، نادي اسمه شبيبة الثورة، كانوا عايزين يجيبوا النادي الأهلي يعني يبقى ضيف تقيل من نوع التقيل في افتتاح هذا النادي. النادي الاهلي راح كمان وعملوا معاه نتيجه طيبه ورسمي كمان مش بشكل ودي. فكلهم امل، كلهم تفاؤل، تصريحاتهم كلها ايجابيه وده مشروع جدا، لكن اكيد المباراه هتبقى مختلفه جدا يا جماعه، والنادي الاهلي لما بيكشر عن انيابه ويبقى الموضوع يعني ما يقبلش الاسم على اتنين ان شاء الله باذن الله بيكون الدفه رايحه للنادي الاهلي. اجتماع فني لمباراه الاهلي مع شبيبه الثوره ظهر غد ان شاء الله بعد الصلاه، اعتقد هتبقى على طول، هيكون في اجتماع في احد الفنادق بمدينه برج العرب.